عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عملنا الوحدة بتاع المفرش ده، والنهاردة ان شاء الله هوريكم طريقة التشبيك وازاي نغير في الالوان بحيث ان احنا نعمل المفرش ده. والمفرش ده مكون من 6 وحدات بالطول و6 وحدات بالعرض، عامل حوالي 95 سنتي في متر حسب الغرزة وحسب الخيط اللي انت بتستخدميه. ده خيط مصر البيضة، وبنقول ارفع من اليزا ديفا وارفع من خيط المنجد. فلو استخدمت خيط اسمك او ابرة اكبر هتديكي مقاس اكبر. انت ممكن تزودي في عدد الوحدات، تلعبي في الالوان زي ما انت عايزة. عملنا الفيديو اللي فات الوحدة دي، والنهاردة هنشبكها. التشبيك هيبقى بالنسبة لنا زي ما بنعمل كل مرة، هيبقى في الاقواس دي، في القوس ده وده 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 وده، في الأقواس دي بس. تمام، هنبتدي بسم الله. احنا الوحدة الأولانية بنعملها كاملة، الوحدة التانية بنعمل الصفوف كلها وما عدا آخر صف أيا كان بقى عدد الصفوف. ده بالنسبة لي 7 صفوف، انا هعمل 6 صفوف بس واجي في الأخير هبتدي أشبك. انا عملت الجنب السطر السابع، عملت الجنب ده وده لاني لسه هشبك في اول وحدة، مش مشكلة، وهبتدي اشبك من اول الزاوية. تمام، انا هشبك في الزاوية، هعمل ايه اهو، هعمل كده عشان اعرف اشبك قدامكم. هعمل 5 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي في الزاوية اللي هي اللي على الحرف جي وهعمل فيها حشو كده، وهعمل كمان 5 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5، وهعمل حشو فين؟ في نفس الفراغ اللي انا واقفاه. كده انا شبكت اهي اول قوس، واضحة كده معايا. هعمل 3 سلسلة، ادي 1 2 3، هاجي فين؟ في تاني اهي في القوس ده، وهعمل حشو. يا رب يكون واضحة اهي حشو، ادي الوحدة دي كده نرجع مكانها، وهعمل كمان 3 سلسلة، ادي 1 2 3، وهبتدي اكمل شغل في الوحدة اللي في ايدي. انا بسيب 5 عواميد، ادي 1 2 3 4 5، 2 4 5، وهشتغل في السادس عمود، وهعمل عمود فوق كل عمود. عملت 6 عواميد، وهعمل في اول فراغ كمان 3 عواميد، هعمل سلسلة، هعمل سلسلة، وهعمل حشو فين؟ في القوس ده اهو في الفراغ ده معايا، وهعمل حشو. هاجي هعمل كمان سلسلة، وهعمل هنا 3 عواميد مجمعين من اعلى، ادي 1 2 3، وهقفل عليهم سلسلة، وهاجي هشبك فين بقى تاني؟ في هنا، في تاني اهي، في تاني جزئية اهي، هعمل حشو سلسلة، وهرجع في اللي في ايدي. هعمل 3 عواميد في اول فراغ، وبعدين عمود فوق عمود فوق 6 عواميد، يعني عمود 6 عواميد فوق 6 عواميد من اللي جايين، وهرجع لكم تاني 3 عواميد، بعدين هعمل 6 عواميد فوق 6 عواميد. يا رب تكون واضحة اهي، اهي كده واضح التشبيك ازاي. عملت 6 عواميد، طبعا هسيب اخر 5 عواميد دول، وهعمل
واحد اتنين تلات عواميد، وهاجي فين؟ هنا اهو، اهو في دي، وهعمل غرزة حشو، وهعمل 3 سلسلة، دي 1 2 3، وهعمل حشو في الفراغ اللي عندي ده، تمام. هعمل 5 سلسلة، دي 1 2 3 4 5، وهنعمل حشو فين؟ في ده، في اخر اللي هو البوز ده، اللي هو ده 11 سلسلة، عارفينها ايه، وهعمل فيها حشو كده، وهعمل 5 سلسلة كمان، ادي 1 2 3 4 5، وهقفل حشو في نفس الفراغ اللي انا كنت واقفة فيه، وهكمل بقية العمود عادي، تمام اهي. واضحة؟ تمام. هكمل، هقفل بقية السطر ده واكمل لكم بقية الوحدات. عملت بقية السطر، وجيت هنا عملت 3 عواميد، وهنا في 3 عواميد هما ناقصين عندي. انا هعمل عمود فوق كل عمود، وهقفل بمنزلقة في أول عمود أنا عملته، اللي هما 3 سلسلة في الأول. وبكده أنا خلصت تاني وحدة وجمع الباقي. الوحدة التالتة هتتشبك برضو في زي الوحدة الأولانية بالظبط، في القوس ال11 سلسلة ده، والقوس السبعة، وهنا القوس اللي هو 2 و2، وهنا ال7، وهنا هوريكو بس الزاوية عشان تجمعوها مع بعضيكم، تمام. يعني انا هشبك ده وارجع لكم هنا. انا شبكت الجزئيه هادي، وشبكت في الاقواس دي، والجزء اللي هو بتاع 7 سلسلة. هاجي بقى في الجزء اللي هو السنتر بتاعها، عملت 5 سلسلة، وهدخل كده اهي في التجمع ده، شايفينه في التجمع بتاعها ده، هعمل كده، وهاخد حشو، وهعمل 5 سلسلة، دي 1 2 3 4 5، وهكمل الوحدة اللي في ايدي عادي، هكملها ووريها لكم. اهو جمعت ال3 وحدات بالطريقة دي. هنجمع بنفس الطريقة في كل الوحدات، يعني انا هجمع عادي في الاقواس اللي هو ده وده، وهنا 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 وهنا، هعمل في الكورنر ده في التجمع بتاعها ده. الوحدة اللي هتشبك هنا هتشبك كده وكده، تمام، بنفس الطريقة بسهولة جدا. علشان بقى نعمل الادوار اللي بعد كده هنغير اللون، يعني انا عاملة ابيض وروز، هعكس بقى، هعمل الروز من جوه والابيض من بره، زي ما احنا عاملين في المفرش هنا اهو. انا هعمله هنا البيج في النبيتي، عامله 4 مربعات، وبعدين عامله الدور اللي بعديه البيج النبيتي من جوه والبيج هو اللي بره، وبعدين عكسه. انت بقى عايزه تلعبي بالالوان زي ما انت عايزه عشان يدي منظر احلى. انا حبيت ان انا اغير الالوان فبين جمال المفرش احسن ما يبقى كله بنفس الطريقه. وبكده خلص الفيديو بتاع المفرش. انا طبعا عن المفرش عامله بكده، انا وريتكم بس طريقه الوحده وطريقه التشبيك، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد في مشروع جديد، و هكمل لكم برضو الوحدة وهحطها لكم على الغلاف بتاع الفيديو. الحوار كله في طريقة التشبيك، ان انت هنا بتعملي في الجزئية دي، هنشبك هنا اللي هو القوس من 11 سلسلة، وهنشبك هنا وفي القوس الصغنن ده وده 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 وكده، شمال ويمين، وخلاص هتبقى اكمل الوحده وتكملي المفرش بمنتهى السهوله. ميزه الوحدات ان هي بتساعدك تعملي المقاس اللي انت عايزاه، عايزه تطولي طول، تعملي عرض، تعملي مستطيل، مربع، زي ما انت عايزه.
وبالتوفيق ان شاء الله، واشوف يا رب تطبيقاتكم في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.